بضغط على إسرائيل هو الوضع بالجنوب، يعني تقريبا الجنوب انشل انفضى من 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 سكانه، تقريبا 200,000 300,000 عايشين تحت الخوف وتحت الصواريخ اللي فيها تيجي وما تيجي وكذا. يعني هذا حل، هذا وضع إسرائيل ما فيها تحتمله لهالسبب يعني. بس من ثاني جهة إسرائيل ما بدها تكون آخر واحدة الأولاني اللي بيقول أوكي للوقف إطلاق النار، هي بدها تغير المعادلة مع 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 الجهاد الإسلامي. مثل ما كان مبادرة هي بلشت العملية، هي كمان بدها تكون آخر واحدة. وهذا مش معقول على الأرض، لأنه اللي شايفينه إنه الجهاد الإسلامي بده هو يفرض على إسرائيل شروط إسرائيل مش قابلتها، مثلا إنه إلغاء مسيرة الإعلام، ثانيا إلغاء سياسة الاغتيال، وثالثا يعني في جثمان عندنا. بل هسه هالثلاث شروط هذه إسرائيل ما فيها تقبلها. نعم، اسمح لي أن